ويلكم باك يا شباب، رجعنا اخيرا بعد 15 يوم قطع في اليوتيوب. بصوا بقى قبل ما نبدا الفيديو، انا ولا هستخدم اغاني تاني في الفيديوهات بتاعتي عشان خاطر ما اخدش عليها كوبي رايت او كوبي سترايك، ولا هتكلم عن اي برامج او اي حاجه. مش عاجبك امشي يا عم. لا يا عم انت صدقت ولا ايه؟ ما هي مصيبتي ان انا ما بتعلمش من خطا. انا واحد مهما اخدت سترايك ومهما اخدت كوبي رايت هفضل اعمل الحاجات دي. ايه ده اللي فيه ده؟ ما بيبطلوش والله العظيم. بعد ما قناتي على اليوتيوب اخذت مخالفه 15 يوم وكنتش عارف انزل اي حاجه. عارف انت احساس لما تبقى لسه صاحي من النوم ومش عارف تحرك ايدك ولا تحرك جسمك ولا تتكلم ولا تعمل اي حاجه؟ ما كنتش عارف اقول للمتابعين ان انا عملت قناه جديده. عشان كده حطيت لكم لينك القناه تحت، لو حصل اي مصيبه في القناه دي القناه الثانيه موجوده. تعالوا اقول لكم فيدباك سريع عن اللي حصل في 15 يوم اللي فاتوا دول، لان في حاجات قويه جدا حصلت. اول حاجه طبعا بعد ما خدت سترايك قعدت عيط شويه، وبعد كده صحيت شجعت نفسي ان انا اعمل قناه جديده وفعل فيها الرح من اول جديد ونوصل 100,000 مع بعض. بس اتصدمت ان انا عشان اوصل 100,000 محتاج وقت كتير جدا. رجعت عيطت تاني. وبعدها بقى حصل تطورات كتير جدا في القناه. اول حاجه زي ما انت شايف كده ساعه الابل ووتش الترا، استنى ريفيو كامل بتاعها واستنى جيف واي قوي جدا قريب. زائد الحمد لله انا اشتريت الماك بوك برو 2. لو ما تعرفش كل المعلومات دي فانت اكيد مش متابعني في اي سوشيال ميديا او في قناه اليوتيوب الجديده اللي هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات، ما تنسوش. زائد كمان البوكس القوي ده اللي هنزله انبوكسنج بكره ان شاء الله. كل الحاجات دي بعد فضل ربنا هي بمساعدتكم وبدعمكم، عشان كده اتاكد ان اي حاجه من الحاجات اللي عندي دي زيها هيطلع جيف اواي ليكوا اكتر كمان. بس في حاجه صغيره قد كده حابب اقولها لكم. الناس اللي فرصتهم اكتر انهم يكسبوا بالجيف اوايز الفتره اللي جايه دي، لان الجيف اوايز ثمينه جدا وتستحق، هم الناس اللي فعلا بيدعموني. الناس اللي مش بيدعموني عشان الجيف اوايز او عشان اي حاجه، اكيد انا بعرف ده من تعليقاتكم، اكيد انا بعرف ده من دعمكم، من اللايكات، من اول ما الفيديو بتاعي ينزل الناس بتخش على طول عندي. انا ليه بعمل كده؟ لان يهمني فعلا اللي يكسب الجيف اواي دي يكون يستحقها. ما يكونش داخل عندي عشان الجيف اواي وبس، انا حابب اللي يكون عندي بس يكون حاببني عشان شخصيتي وعشان المحتوى اللي بقدمه. على قد ما اقدر بحاول افرح الناس. عمرك ما تشوف صانع محتوى الحاجه اللي بيلبسها او بتجيله بيجيب للمتابعين زيها. ارهنك لو في صانع محتوى واحد بيعمل كده، انا صانع المحتوى ده. بحمد ربنا دايما على نعمه القبول وان الناس كلها بتحبني وان متابعيني زادوا بسرعه جدا الفتره اللي فاتت دي، وعشان كده ان شاء الله كل فتره انا هخصص مبلغ مالي هنعمل بيه عمل خيري، وكمان هيكون في جزء مخصص بعمل بيه جيف اويز. كل ما هزيد 100,000 مشترك هنشتري لشخص كمبيوتر بحيث ان الشخص ده يبدا يطور من نفسه ويلاقي الكارير المناسب ليه. مش محتاج اقول لك تاني ان مفيش حد بيعمل كل ده. ربنا يخليني ليكم ويخليكم ليا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه لما تشوفني. سلام.